اللبن هو مشروب فعال لتعزيز صحة الجهاز الهضمي، وبيحتوي على بكتيريا صحية وحمض اللاكتيك اللي بيساعد على تعزيز صحة الأمعاء وزيادة التمثيل الغذائي، وهو مفيد للأشخاص اللي بيعانوا من الإمساك لأنه بيخفف من حركة الأمعاء، بالإضافة إلى أنه بيعالج مشاكل الجهاز الهضمي زي متلازمة القولون العصبي والتهابات المعدة وما إلى ذلك. من أشهر فوائد الحليب هي أهميته لنمو وصحة العظام، فهو بيعتبر مصدر غني بالكالسيوم واللي بيساعد إلى جانب وجود فيتامين دي على منع الإصابة بهشاشة العظام، وبيساعد شرب الحليب في الحفاظ على صحة الأسنان ووقايتها من التسوس وظهور طبقة البلاك على سطحها. ورجعنا لكم مره تانية بعد الفصل. يمكن قبل الفصل قلت لكم الاكله اللي ما بيختلفش عليها اتنين اللي لازم في الصيام، وصدقوني كمان في الفطار اوقات بنزهق من الاكل الفطاري ونروح على طول واكلين كشري بالكماله بقى، بالدقه، بالشطه، الحاجات دي اللي هي الكشري محلات يعني فعلا معشوق الجماهير. في كمان عاملين حاجات تانية كتير حلو وحادق تاني، بس ايه هو بقى، خلوني ارحب بكم في البدايه بشفتنا اللي منورانا النهارده، شيف مريم عبد المسيح. ازيك يا ام؟ اهلا بيكي معانا. طيب يا الحمد لله، منورانا. انت اكتر جايه بالكشري، عارفه اللي هو يعني كشري المحلات مفيش اي اختلاف عليه اتنين. ربنا يخليكي. قولي لنا بقى النهارده بقى مقاديره كده في البدايه. هنجيب كيلو مكرونه مسلوقه، وهنسلقها ونخليها طبعا الكشري المعروف اللي هو بتسلق وبيتحط على جنب، وهنعمل عملنا رز لوحده زي بتاع المحلات بالظبط، ومعنا حمص ومعنا بصل ومعنا عدس ومعنا الصلصه. طيب والدقه هتبتدي بقى بايه؟ انا هبتدي دلوقتي بس ان انا هعمل الصلصه. الصلصه الدقه، الصلصه التقليه، التقليه بتاعت الكشري. احنا كله جاهز يعني. لا ما احنا هنقول بقى يعني، قولي لنا الرز. هنقل التومه. التوم عندك كده الصلصة، في ريحة؟ لا في ريحة؟ لسه ما طلعتش توم. هنحط بقى الصلصة عليها، التوم بس اتحمر شوية. طب قولي لنا الرز بقى، العدس بتاع الكشري. ده بيتسلق لوحده ويتحط برده كده، ما هو زي بتاع المحلات. يتسلق قد ايه؟ يعني حسب بقى الكميات اللي مطلوبه في كل بيت، يعني في ناس تعمل نص، ناس تعمل ربع، يعني حسب الموجودين، الاعداد، الافراد اللي موجودين في البيت. بس والحمص برده كذلك الامر، بس هو يعني اللي بيتعمل بالاكتر الحمص والبصل. ده انا هجيلك في البصل دي، ده حكايه تانية. ما هي معروفه في المحلات لو بورد، مش شاربه زيت، ورد. دي احسن حاجه. لا حلوه جميله، هتعجبك ان شاء الله. طب هنعملها ازاي بقى يعني؟ احنا بنقطع البصل طرنشات او اللي هي جوليان، وممكن نحط رشه ملح او رشه يعني حاجه بسيطه كده عشان تتعمل بس بسرعه، او اللي عايز يعملها على مهله برضه هتتسوي وهتتعمل برضه جوليان وتحمير وكل حاجه. بس تدي ندعه الملح دي بتخليها مقرمشه شويه. ما نحطوش دقيق بقى في بيتعمل صراحه، بس هو الانجز يعني. بيبقى برضه تقيل في الطاسه، مع انه ناس كتير بتعمله بيبقى هايل برضه يعني. ايوه اعرف، بس كده حاجه اخف. احنا انا مبسط شويه، في ناس برضه مش متاحه، انا ممكن ابقى عارفه ان في دقيق ومش موجود. اقوم لا خلاص تمام، نحط رشه ملح هي مش تمشي الدنيا يعني. كل حاجه هتبقى ماشيه الدنيا، فاللي موجود المتاح في البيت. ما بيعليش جميلة ريحه ال طلعت. طب احنا شايفين بقى اكلاتك الجميله على الشاشه بقى. قولي لنا بقى. دي اللانش كير. لانش كير كلمينا عنها. دي غريب. في لانش كير تاني اللي هو الالوان. تعملي بقى حلويات. كله حلويات وجلاش. والنهارده عندنا لك حاجه حلوه برده. حلويات النهارده. عندنا لك برده حاجه حلوه برده. طب قولي لي انت، لو حد طلب منك مثلا مؤتمرات، رحلات، تمام، نعمل اكل، نقدر نعمل مثلا كميات. متاح، وفي برضو موجود توصيل. تمام المطلوب يعني. تمام الحمد لله. وايا كانت الاعداد ممكن. ما بيفرقش، ما بتفرقش. حلو جدا عندي كده.
ممكن برضو عادي اي عزومات. تمام الدنيا حلوة قوي. تمام في توصيل برضو. او فكرة التوصيل دي حلوة جدا. واطلب قبلها بقى الاوردر مثلا بقد ايه؟ يعني لو الحاجه بتبقى متاحه في السوق مثلا الموسم بيبقى شغال ده بيبقى مطلوب يعني بسرعه، ده ممكن قبلها بيوم عادي. لو حاجه تبقى تقيله شويه اوردر عليه مثلا شويه بيتقال قبلها بيومين بحيث ان انا اقدر اجيب الحاجه او اجمع المكونات المقادير. حلو كده. جدا يلا بينا يلا بينا. شريحه التومه بصراحه انت ما حطيتيش اي بهارات ولا اي توابل ولا اي حاجه؟ هو ما فيش، هو التوابل بتاعتنا بتاعت اي حد. ايوه بس هي ملح والحاجات البسيطه دي. هي الفلفل المعروف والكمون. مش بقى بهارات حاجات جديده يعني تضيع طعم الكشري اللي احنا عارفينه. بس هو الاكل الطبيعي محتوياته هو احسن. احسن ما بنجود فيها. لو عايزين نجود مثلا في التتبيلات. ايوه صح. اللي يعني نيجي مثلا في الفطار احنا دلوقتي في اساسيات كده ما ينفعش نلعب فيها يعني. كشري ده ما ينفعش. ما ينفعش حاجه اي طبخ خالص. زي مثلا لما نيجي نعمل نتبل فراخ نتبل اي حاجه تاني. حتى لو ما نيجي نعمل مثلا سجق بيبقى توابل بقى ايطالي معروفه. دي ما يعني ما ينفعش ان هي تتغير. صح. حط بقى الصلصه ونسيبها بقى دقيقه واحده. سيبيها بقى تتسبك براحتها ولينا بقى نخش على ايه بعد كده. نخش على ايه؟ نخش على طبق تاني. نخش على طبق تاني على ما الصلصه تتسبك وبعد كده نقفل الكشري. تمام. انا عامله لك النهارده طبعا عشان ضيق الوقت عملت بيتزا. الله بيتزا بالجلاش. حاجه جديده كده يعني. لا طب قولي لنا بقى ايه مقاديرها دي؟ دي يعني ورقه جلاش عادي، بس احنا بندهنها ما بين الاطباق بزيت عشان ما يلزقش، بس كده ما ترجعش العجينه كده. وبعدين يبقى مورق كده الجلاش. وبعديها برضه هيديها طعم برضه جامد احسن ما تحطيهم على بعض. ما بين كل ورقه وورقه احنا بندهن طبقه زيت كده خفيفه يعني. في الاخر خالص بقى كده يعني احنا بنجيب بقى المكونات بتاعتها. زيتون فلفل ده عشان صيام. اللي هو فلفل زيتون طماطم مشروم عشان لو حد عايز برضو دي تبقى حسب الرغبه. في برضو جبنه موتزاريلا برضو بيديها طعم تاني. الجبنه الموتزاريلا بتبقى طعمها جميل. طب والصلصه بتاعت الصلصه بتاعتها الصلصه العاديه برضو تاني برضو بنحط برضو طماطم مكعبات، بس هي الصلصه دي اساسها بتخليها برضو ليها طعم تاني. بتخليها تروق عليها كده. ايوه شايفه. والزيتون والطماطم كل الحاجات دي بتدي طعم لاي حاجه. وندخله الفرن طبيعي. قد ايه بقى؟ بعديها يعني بتاخد سوى الجلاش العادي يعني لو هو تلت ساعه مثلا. حتى لو هنعملها في الفطار بالسجق بتبقى حاجه ثانيه. في الفطار بقى في الفطار. بس يعني بتزيد ممكن نزودها كمان 10 دقائق لو هيخش فيها لحمه هيخش فيها سجق انواع اللحوم بقى كمان. بس تبقى سهله وبسيطه يعني كده وتقعد نفس الوقت التوقيت يعني التوقيت بتاع الجلاش العادي. ويتحمر كده وبقى اي اختلاف. هي طعمها غير العادي. طيب نروح نشوف الكشري. كشري احنا هنقفل الكشري. نقفل الكشري ولا اعمل لك الحلو؟ اعمل لك الحلو يعني لو لسه شويه على الصلصه. سيبيه ونعمل نشوف الحلو بقى. الحلو جلاش. سنه حلقه الجلاش النهارده. دي وردي ودي على شكل بقلاوه. لا بقى عملتيه ازاي؟ ممكن اعمله لك. يلا مرينا سريعا كده. احنا عايزين طريقه بتاعت الورد ليا يعني لها شكل تاني بس كده. فاحنا هنوريها لكم. ما احنا وريها لنا ودوقيها لنا. هما بيبقوا اتنين كده مع بعض. ورينا ودوقينا كده مع بعض. احنا مش معانا اي مقادير ولا اي حاجه. مفيش اي حاجه. احنا بندهنها بزيت برضو. او اللي عايز يعملها بسمنه صيامي برضو تمام. بس هي بزيت برضو بتبقى طعمها حلو في الفطار. بتبقى حلوه بزبده بقى. ونلف كده. دي بص بنعملها كده. شكل الورده كده. تمام كده. هعمل لك شكل تاني للبقلاوه دي. اعملي لنا. والمكسرات عندنا بقى بعد التحمير اي مكسرات موجوده في البيت. طب هو ده مش بيتسقي شربات ولا اي حاجه؟ بيتسقي بالشربات بالعسل. طب قولي لنا بقى الشربات عشان الشربات ده بصراحه. الشربات هنعمل كوبايتين. ما بينجحش معايا خالص.
ليه لا كوبايتين مثلا سكر او ياها برضو بترجع للمقادير. هي يعني كوبايتين سكر وبعدين كوبايتين ميه و يعني سكر قد الميه وكوبايتين ميه. اه دي الطريقه الاول بس اللي هي بتاعه البقلاوه دي. ايوه كده هي اهي نفس الشكل ده عندك. فن برضو فن في الموضوع. بس دي بعد كده بقى بنحطها في الفرن عادي. بيلها الوش بتبقى زيت كده وندخلها في الفرن. هي بتاخدش 10 دقايق لو الفرن ده حامي، ما بتاخدش 10 دقايق. وبعد ما تطلع يا اما الجلاش يبقى سخن يا اما الشربات يبقى سخن. ايوه ما حاجه عليك بقى دي عشان ما تبقاش بايشه قوي. ايوه يعني حاجه بارده وحاجه سخنه. صح ما ينفعش الاثنين يبقوا ما ينفعش الاثنين سخنين مع بعض، وما ينفعش الاثنين برده يبقوا باردين مع بعض. يعني حاجه كده يعني دي حاجه سخنه وحاجه بارده. وبعد كده اي عندنا اي مكسرات بتدي في برده الشكل يعني المتاح قوي يعني اهم حاجه بس نفرح الاولاد بقى حاجه. لا هم مش الاولاد اللي هيفرحوا، ده انا اللي بفرح. خليكي ماشي جميل. هات لنا ده اهو، هات لنا ده هنا نشوف شكله قبل وبعد. اهو الموضوع مش صعب يا جماعه بجد. انا بحس ان لا الموضوع مش صعب. تمام نشيله. ممكن نشيل او نعمل الكشري بقى. حلو ده تمام. يلا اجي هنا. يلا بينا اجي هنا. يلا تمام. دي الكشري. أيوة. حط الاول المكرونه الاول. الصلصه معانا ايه؟ اهو معانا الصلصه. هنعملها بطش التومه برضو زي اللي في المحلات بالظبط. الناس بتعملها برضو ببصل يعني حسب الرغبه. نشيل المكرونه بقى. طبق مارينيكس. مارينيكس ايه ده؟ طبقك. طبق ايه؟ لك طبق جامد كده. ابيض. مش كتير. لا مش كتير. لا مش كتير عشان اكمل بعد الهوا. ايوه رز بقى. تمام. نفس اللي المحلات بالظبط. شغل عادي ماشي. لا المهم برضه الطعم احلى. طب عايزه اسالك بقى عن شطه الكشري بقى. شطه زيت؟ شطه زيت. يعني شطه الكشري بقى اللي هي بتبقى في المحلات والتكه بتاعتها دي بيعملوها ازاي؟ ما هي احنا بنسخن الزيت. وبعد كده نحط الشطه مع المقادير برضه اللي انت عايزاها. بس يعني وبس كده. وبعد كده تحط عليها التقليه او الصلصه. وغلبه واحده. هي كفايه ريحتها. هي ريحتها بتبقى جباره. والصلصه اللي بتتحط على الشطه دي بتبقى مختلفه ولا لا؟ لا هي هي. هي هي. هي هي. في عدس. في عدس. انا كنت عايزه اوريكم لك كله على بعضه. عدس وحمص. طب ما تحط لنا العدس. ورق. توصية قوي. ممكن اطلب كمالة عادي. ايوه موجود. ودقة زيادة. ما عشان كله يتقلب بسهولة. ايوه. موضوع كبير قوي. و ما احنا خلاص بقى طالما هناكل كشري ناكل بقى. يبقى ناكل بقى. ما دام كشري يبقى خلاص ناكل يعني.
الحمص. بص في طبقات، في طبقات بتحصل هنا يا جماعه. ايوه خلاص بقى، يعني احنا عايزين بتاع المحلات. اي نعم بتاع البيت برضو بيبقى جميل ويبقى ليه طعم تاني. احنا مش هنشتري حاجه من بره. هي الحاجه حاجات بسيطه بس مقررين ان كل حاجه هتحبوها بره هعملها لكم انا هنا في البيت. ايوه البصل بقى، الورد. يعني نخش المحل نقول نزود الورد، ادي بصل بقى. ايوه ممكن اطلب بصل زياده. طبعا ورد زياده طبق كله. لا بس كده تمام قوي. ناقص بقى اللي لازم نختم بيه بقى. ايوه ده انا كنت عامله حساب ان شطه، بس انا قلت ما حدش ياكل شطه خالص. لا ازاي ليه ما حدش؟ هات لنا بقى الكشري هنا في التقديم. اهم حاجه طبق الكشري في التقديم كده. ايوه احنا فاضل وقت قد ايه يا جماعه؟ طيب لا كمان خلاص بقى. يا نهار ابيض. هاتوني الجماعة ده عشان ايه؟ كاميرا بقى هنا تيجي والدقة. ما كلش كشري من غير دقة. امال ايه؟ طبعا نخلي بس البيتزا دي شوية. تمام ماشي ماشي حلوة قوي. انا هقول لكم دلوقتي ايه؟ طبعا خلاص احنا ايه؟ ناخد الدقة ونختم الفقرة عشان ايه؟ لسه طالعه حاجة تانية؟ ايوه لسه حلويات. انت على ما تاكلي بس كده. انا لسه هحلي. لا أيوة طب ننجز بقى يعني. ماشي موضوع موضوع متعب قوي يا جماعه بجد. عايزه اقول لكم وادي كمان حلو، وادي الحلو الحلو والحلو كاميرا هنا معايا. الله. طب يلا بقى معايا بصل. اوبا. لا 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 رأيك يهمنا طبعا، رأيك يهمنا طبعا. المرة الجاية هجيب لك شطة. بصي لا مش مشكلة خلاص. يعني الكشري مش محتاج شطة. فاحنا ممكن أقول لكم رأيي بعد ما الطبق كله يخلص. مستنيينك. مستنييني. حلوة قوي. يلا تعالى. إيه ده؟ بألف هنا زي صح؟ بألف هنا. بألف هنا. لا يا جماعة بجد. في الفطارة بقى أجيب لك برجر جامد، أجيب لك كفتة. إيه ده؟ كل حاجة. هي نفس تكتة المحلات. جد صح. أدي الميزة بقى اللي هي يعني اللي كله مستصعبها إن هو إن هي تعمل في البيت. صح. بس هي سهلة. انا معاك ان الكشري مرهق. بجد اقعد اعمل ده واعمل ده واعمل ده. يعني احنا لو بس لو هعمل الطعم ده في الاخر. انا ما عنديش مشكله ان اعمل. انا اقوم واعمل. الكشري حكايه. يخليك تعيشي. واكلك عم. حكايه. تعيشي يا عمر. وانت قلتي ان انت اي اوردرات، مؤتمرات، تمام، رحلات، تمام، مناسبات. طب لو مؤتمرات بقى اطلب قبلها بقد ايه؟ مؤتمر ده مؤتمر احنا كبيرة بقى في المطبخ. هناك بيبقى مطبخ بيبقى عن المسؤول عن كله. والاكل يطلع بالحلاوه دي؟ بجد اكيد. طب نخش ناخدك معانا. ناخدك معانا تقييم الاول على الأكل. على البيتزا انا بقى يعني بايديا كده عادي. الله انت حاطه. انا مره هجي لك هعمل لك تتبيله فراخ. انت لازم تجينا في الفطار. بسم ربنا ده لازم. انا عايزه اقول لكم طعمها حلو. الجلاش طعمه فارق عن العجين. الجلاش حلو قوي في الموضوع ده. تصدقي جديده وسهل وخفيف. خفيف. يعني غير العجينه بس طعمه حلو جدا وما بياخدش برضو وقت. يمكن العجينه تخمريها وكل حاجه برضو ليها طعمها. دي بتدي طعمه والعجين بيبقى طعمه حلو. حاولوا حبيبتي. الاكل الاكل حلو جدا جدا جدا. نحلي مش قادره طبعا. يعني وصلت صغنونه بس وصلت للمرحله. احنا جايين رسائل على الصفحه. نفتح رسائل صفحتنا. انا دايما بحب رسائل المشاهدين دي بحبها جدا. الناس اللي عايزه احنا حاجه نعملها لكم اي اكلات اي وصفات. طيب هو لسه
لسه الرسائل ما جاتليش. طيب بس انا عايزه اقول بجد يعني الموضوع ممتع جدا يعني، والحلو هدوقه يعني ان شاء الله. لا هدويه لازم دلوقتي. حلو جدا. طيب خلاص ندوق. مفيش، هو خفيف وينفع للدايت برضه، هو ماما بعثه دايت. ينفع بامان للدايت. دايت؟ لا ماما مفيش خلاص. السكر عسل. طيب نشوف الرسائل، نشوف الرسائل، رسائل الصفحه لسه معانا، لسه هي بتحمل. لسه بتحمل معانا. طب على ما تحمل الرسائل معانا لازم اقول لهم رايي في الحلو ايه. نجيب ده كده بس. ايوه اي. سلوى حلمي، حلمي ممكن مواعيد الاعاده. مواعيد الاعاده احنا بننبه عليها كل حلقه 2 و3 الساعه 7:30 اعاده بألف هنا، واعلان عن ميعاد الاعاده في الفواصل كل يوم 2 و3 الساعة 7:30. ميعاد الحلقة نفسها سبت وحد الساعة 12 الظهر. صباح الخير، أنا جربت كرومبس يومي حلو جدا. إيريني البرنامج رائع وحضرتك الجميلة، شكرا ليك يا إيرينا. وتابعينا، بعتلنا بقى أنت إيه اللي أنت عايزة تشوفيه معانا الفترة اللي جاية دي، إيه اللي أنت عملتيه وطلع حلو معاكي. سلوى عايزة طريقة تزيين الكيكة، حاضر. والمقادير هتنزل معانا كمان، ممكن تشوفوها في الإعادة، يعني اللي فاتته حاجة في الحلقة نفسها ممكن يتابعنا في الإعادة 2 و3 الساعة 7:30. ممكن اللي فاتته حاجة يشوفها. البرنامج رائع، وممكن طريقة الكيكة برضو في الإعادة. في حد طالب كمان يطلع معانا في البرنامج، اكيد طبعا دي حاجه تشرفنا جدا. وكله طالب وصفات طبعا، احنا الاعداد معانا واخد باله جدا من جدا الاعداد، وكل يعني شابوه للاعداد كل بجد بامانه يعني. استاذه الهام معانا دايما يعني، معاكي واحده واحده تشوفي اللي انت عايزاه ايه. شوفي كل اللي انا عايزاه، اسئله كانت واحده واحده. هي انت عايزه ايه؟ ايوه احنا ادي بس كده. الاعداد مريح يعني، الاعداد مريح في كل حاجه طبعا يعني. احنا متشكرين ليكي جدا، والاكل تحفه بتكاته بتاعت المحلات فعلا فعلا يعني. شكرا ليكي، شكرا ليكي. مشاهدينا بكده تكون خلصت حلقتنا، استنونا كل يوم سبت وحد الساعه 12 والاعاده 2 و3 الساعه 7:30 وحلقه جديده بألف هنا. باي باي.